بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم سباق 18 لهذا الموسم. السباق الذي اشتمل على 8 أشواط أقيم على كؤوس مجموعة آل شريف وكأس شركة كراون إندستريز وكأس الحصان عالي سبرنت وكأس الواهو للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. هذا وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس هيئة رعاية شؤون الخيل بتقديم كأس عالي سبرنت إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، بجانب جائزتين إلى المضمر هشام الحداد والفارس نيل كالن الفائزين بالمركز الأول في الشوط السادس. فيما قام السيد حسن آل شريف بتقديم كأس مجموعة آل شريف للشوط الخامس إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، وكأس مجموعة آل شريف للشوط السابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وكأس مجموعة آل شريف للشوط الثامن إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة. فيما قام السيد عادل أسيري مشرف العمليات بشركة كراون إندستريز بتقديم كأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة. فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الواهو إلى عبد الله فوزي ناس.